ها يا حبايبي، الليبه الحبحب ولا بطيخ ذا تسموه، ما ادري ايش الفرق بين الحبحب والبطيخ، والله ما ادري، احد يفيدني. نا دیکھتے سی کہاں سے امیٹا ماشاءاللہ بڑا تو دیکھا دیتے سی یہ گلا کتا پھکنا تا کتا 220 کی امیٹا হিমসাগর এত তাড়াতাড়ি হিমসাগর আসছে নি সত্যি হিমসাগর তো আগে বের ও মিষ্টি তো এত মিষ্টি না নিছিলাম হ্যাঁ নিছিলাম কালকে গানি দিয়ে নিছিলাম তো হ্যাঁ দেখেন একটু টেস্ট করেন না না চাকু আছে খাই টেস্ট করেন হ্যাঁ যে هذه المانجا الحامضة طبعا الحامض وهذا المانجا السكري ما شاء الله تبارك الله طبعا هذا ايش نوعه تعرف نوعه هيمشاغور ايه تو هيمشاغور هذا المانجا اسمه هيمشاغور يعني فصيلة من فصيلة هيمشاغور جوابا حبايبي شايفين الكراسي هذه اللي في الشوارع زي كذا تعرف ايش هذه كلها بس علشان العوائل ولا الشباب يجوا يجلسوا ولا البنات يجوا يجلسوا تعرفوا ليش فقط علشان ياكلوا من فسكة شايفين فسكة دحين بوريكم شايفين فسكة و لا 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 خابونا خابونا امنا جاست ياكل تسي ايتن نام كي بيجي دابلي اور ايتا فسكة اچھا اچھا ما شاء الله تبارك الله شايفين فقط بيجوا يجلسوا في الاماكن هذه شايفين طبعا اليوم ما في بشر لأنه الدنيا عيد والشرطة في كل مكان ما شاء الله تبارك الله فالناس خايفين برضهم دول بيترزقوا شايفين الكراسي على الشارع وهنا في ما شاء الله حديقة زي الحديقة هنا ما هي حديقة زي هذا أصلا مشتل شايفين المشتل يا سلام يعني هنا مشتل وهنا جلسات زي كده بعدين في كمان محلات يبيعوا شاهي وقهوة وتجلسوا كده على جنب كده على الرصيف يا سلام والله شيء قسم بالله عيال شيء وفي ناس يجوا ياكلوا بالسيارات شايفين هذه العائله جات تاكل بالسياره وفي ناس ياكلوا على الركشة هذه شكل اوروبيه دي شوفوا السيارات كيف في الركشة وفي كل مكان شوفوا الجلسات وفي جلسات في الداخل جلسات حكومية شايفين بس مقفلينها أي حاجة فيها بوابة أي حاجة فيها تذاكر أي حاجة فيها حارس أمن يقول مقفل عشان كورونا الله يأخذ ويرفع عنا يا رب والله طفشنا كورونا ذا طفشنا شوف الشباب اللي هنا جالسين في الجلسة هذه ما شاء الله تبارك الله فاكهة تال জুয়েল ভাই বলছে জুয়েল ভাইয়ের ইয়ে বাংলোরে বলে থাকে কথা হয়েছে জুয়েল ভাইয়ের সাথে মোটামুটি ওনার ভালো কথা বলছে পজিটিভলি শুকু মাশাআল্লাহ তোমারা কালার পাকে আগে দেশ আমরা আবার আর খুব ব্যস্ত তোমার একটা ফোন দিয়ে ফোন দিলে তখন আমি আপনাকে কিভাবে কি করতে হইব আর আমি বলবো ইফাকে আপনার কাছে যদি আপনার সাথে ডকুমেন্টস থাকে ফেন ফেন والله ফেন মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ থাকে টাকা আপনি পাবেন হয়তো দুই দিন আগের পর একবার না দিতে বলে ভাইয়া ভাই বলে আপনি টাকা দিতে হবে الحمد لله على نعمة ربنا وخيراته وبركاته الحمد لله فعلا بنغلاديش متوفر فيه كل شيء تبغوا أكل تبغوا فواكه تبغوا خير تبغوا بركة تبغوا مناطق سكنية حلوة تبغوا إيش تبغوا تبغوا سيارات تبغوا عيشة حلوة شوفوا الفواكه اللي هنا ما شاء الله تبارك الله طبعا كل هذه بتتباع على الرصيف ها حتى فاكهة اللتشي شايفين الليسو هنا جماعة الشمام ففعلا الحمد لله متوفر كل شيء الواحد بس يجي ياخذ له اول شيء سياحه وزياره شوفوا ما شاء الله يا سلام للناس اللي خايفه تيجي بنغلاديش والله انا مستغرب حتى في ناس يجلسوا يكذبوني يقولوا لي فرقان انت جالس تطبل
انت بكاش بنغلاديش ما هي كذا، الحكومة فاسدة، الحكومة فيها وفيها وفيها وناس ما هم طيبين، والحكومة من يعرف مين، وبنغلاديش ما فيها أمن وأمان، ما فيها يعني ما فيها شيء حلو. طيب حبيبي، طيب أنا الحين بأكذب عليك يعني؟ يا أخي أنا ما بتكلم مجرد كلام، أنا مثلا ما بصور نجوم وغيوم وجالس أقول لكم بنغلاديش حلوة، لا يا حبيبي، أنا بصور لك الواقع، بأصور وبأتكلم في نفس الوقت، بأصور وبأتكلم، ما بأكذب عليك يا أخي. أنا دحين مثلا ها المنظر هذا أنا دحين جايبه من بلد ثاني، مثلا هذا المنظر اللي أنتم شايفينه أنا جايبه دحين من بلد ثاني، ولا مستورد ولا حاطط لي فلتر بيصور لي شيء غير الواقع. ليه يا أبويا؟ ها أهو قدامكم. طيب ها شوفوا، ها قدامكم، لو ما في أمن وأمان مثلي أنا، مثل فرقان اللي بيكلمكم، يعني انتم تشوفوني ما شاء الله دائما 24 ساعه تقريبا في الشارع رايح جاي، مثلا بصور معايا جوالات، معايا ناس، معايا سياره رايح جاي. طيب انا انسرق، احد يعني احد مثلا جاء سرقني، احد جاء اخذني، احد جاء سوالي شيء، فعلي شيء، طيب يا اخي وليش اكذب عليكم؟ انا اول حاجه يعني انا دحين عشان السنابات هذه لا باخذ منكم فلوس ولا باخذ من الحكومه مبالغ، مجرد ناقل للحدث، مجرد انسان. انا دحين ماشي في ذا الطريق، وانا ماشي في ذا الطريق بصور لكم الحاجات الحلوه اللي بشوفها. طبعا ما اقول ما في سلبيات في بنغلاديش، والله في سلبيات كثيره، لكن مقارنه بنغلاديش حق زمان، مقارنه بنغلاديش حق قبل 10 سنوات وبنغلاديش حق دحين، ترى في فرق بين سماء وارض حبايبي، صدقوني ما بأكذب عليكم. ايش بو هذا على الرصيف؟ لا هذا عشان داخل البيت. اي ولا لو على الرصيف غلط. المهم ترى بنغلاديش اتغيرت 180 درجه او 360 درجه كمان، يمديني اقول ترى بنغلاديش مش زي اول، صدقوني في اختلاف مره كبير. صح ما اقول لكم انه ما في تهاون من الحكومه، ما في تقصير، في تقصير، بس الحمد لله بنشوف انه في حركه، بنشوف انه في تطور، بنشوف انه في ناس دحين بيشتغلوا. يعني انتم اللي بتشوفوه، ما بجيب لكم من بلد ثاني، ما بصور دوله ثانيه وبقول لكم هذه بنغلاديش، ترى التصوير ده كله من بنغلاديش ومن شوارع بنغلاديش. وانا كمان ماني ذاك الهاي فاي، الولد الهاي فاي ذاك اللي مره عندي فلوس وشبعان وبصور مكان شبعان، لا يا ابويا، بصور لكم الحياه العامه. طلع على بنغلاديش هو اللي يعرف الحقيقه ترى. لكن واحد او واحده جالست لي او جالس لي طول العمر في السعوديه ولا في البحرين ولا في قطر ولا في دوله ثانيه غير بنغلاديش، ويجي يقول لي والله فرقان انت جالس تطبل، انت جالس تكذب، انت جالس تضلل الناس، والله الكلام هذا يحزنني كثير بصراحه. اهو شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هيرفي شايفين؟ هيرفي تبعنا هذا، اهو شركه سعوديه قدامكم ما شاء الله، شوفوا الزحمة اللي فيه، يا سلام يا سلام، اللهم زد وبارك. شايفين؟ وفي كمان شركة عليين، مدري ايش هذه، هذه مدري حقت المجوهرات ولا ايش بالضبط. هلو بيا، لا طلعت الشركة هذه اللي فوق عليين، هذه شركة بنغالية حقت الثياب، حقت الشياكة يعني. لكن شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شركة هيرفي هنا، بيض النبض ما شاء الله تبارك الله. فاللي كنت بقول ايش قبل لا انسى، الواحد جالس لي طول العمر برا ويجلس يقول ايش والله فرقان جالس تطبل، جالس تكذب، جالس تضلل الناس، يا ابن ادم. يعني انا دحين ايش ابغى؟ دحين اجلس اضللكم ليه؟ يعني مثلا لو واحد منكم جاء بنغلاديش استفيد حاجه، يديني فلوس، اكسب منه مبلغ، اخذ منه شيء، يعني انا دحين بالله ايش اسوي يعني؟ مثلا والله مجرد أنا ناقل للحدث، مجرد محب لبلدي، عايش في بنغلاديش وشايف الحقيقة، والحمد لله أنا كذا عاجبني بنغلاديش كذا. أنا شايف إنه ما شاء الله تبارك الله، صح إنه يبغاله كمان تطور وازدهار أكثر، بس الحمد لله حتى اللي صار إلى الآن ترى ما هو قليل. يعني اللي أنا شايفه من التطورات والحاجات الحلوة اللي إلى الآن شايفها ترى والله ما هو قليل، ترى الحمد لله الحكومة تشكر والله على كل هذه المجهودات، ويبغى لها كمان يعني تتقدم أكثر وأكثر وتعطي أكثر وأكثر. ترى في مشاريع جبارة يا شباب،
خلال 5 سنوات حتشوفوا الفرق الكبير. ممكن إلى الآن المشاريع هذه ما هي ظاهرة في العلن. ذي مشروع مثلا خط القطار من شيتاغونغ لكوكس بازار، هذا المشروع لو اكتمل والله حريقة. ومشروع الخط السريع بين شيتاغونغ وبين كوكس بازار حريقة. مشروع فضة شتو، يعني جسر فضة، حريقة. هذا أكبر مشروع في بنغلاديش حاليا، مشروع فضة، مشروع جسر فضة. طبعا فضة هذا اسم نهر، فوق النهر حاليا بيبنوا ما شاء الله تبارك الله جسر كبير. وطبعا خلص وخلص تقريبا 80% أو 85% من المشروع. فلما يكتمل حتشوفوا ترى تطور مذهل. بعدين مشروع مترو داكا، وبعدين بعد كده في كمان مشروع ثاني في شيتاغونغ اللي هو النفق اللي هو تحت النهر، فهمتوا كيف؟ نفق بيوصل الضفة هذه على الضفة الثانية بنفق تحت النهر، ما شاء الله تبارك الله مشروع جبار. لأول مرة في بنغلاديش بيصير طريق تحت النهر، تخيلوا. فالحكومة ترى بتشتغل ولسه في مشاريع جبارة كثيرة. بقول لكم فقط عن الكهرباء، صدقوني اللي جاء بنغلاديش قبل 5 سنوات أو 10 سنوات ويجي دحين في بنغلاديش والله يحس بالفرق، يحس بالفرق الكبير مرة. تعرفوا ليش؟ أول الكهرباء، أول ممكن في اليوم لو 24 ساعة ممكن 15 أو 18 ساعة تلقوا كهرباء وبقية الساعات ما في كهرباء. لكن حاليا أقدر أقول وبكل أمانة وبكل صدق وبكل شفافية بدون تطبيل ولا كذب ولا تستر ولا حاجة، والله العظيم أحيانا تمر علينا أيام، أحيانا تمر علينا أسابيع والله ما انقطعت الكهرباء عننا ولا يوم، مش ولا يوم، قصدي ما انقطعت عننا الكهرباء ولا نص ساعة ولا ساعة. تصدقوا أو لا تصدقوا براحتكم، والله شيء يرجع لكم تصدقوا ما تصدقوا. أنا اللي عندي بقوله كل هذا وأنا محب لبلدي الحمد لله، ماني يعني لا أريد منكم جزاء ولا شكورة. اللي يجي يقول لي دحين جالس تطبل مع تطبل، أنا خلاص ما راح أرد على أحد. أنا هذه سناباتي تشوفوني أنا مطبل، يا أبوي أنت اللي شايفني أنا مطبل لا تتابعني، خلاص وريح نفسك وريحني. أما إذا شايفني بقدم شيء حلو، بقدم شيء ممتاز، بقدم شيء ينفع، تابعني وخلي الناس يتابعوني وانشر الحساب كمان لو تبغى. هذا هو اللي بقوله، وصلى الله وسلم. أنا والله زعلني واحد مرة مش واحد، واحدة مرة زعلتني، تقول لي فرقان أنت مطبل جالس تكذب، الحكومة فيها وفيها وفيها، وبعدين حتى التطور اللي دحين بيصير هذا من واجب الحكومة إنها بتعطي، إنها تقدم هذه الخدمات للشعب. طيب ها أنت بنفسك قلت إنه هذا من واجبات الحكومة إنها تصلح الشوارع وتصلح وتصلح، طيب دحين الحكومة لو ما تصلح نحن يمدينا نقول شيء؟ يمدينا نسوي مظاهرات؟ يمدينا مثلا نجبر الحكومة إنها تعطينا وتعطينا؟ ما يمدينا. لكن بدل ما هي أعطتنا الحمد لله خير وبركة، يعني حتى لو ما يعني الحكومة لو ما زبطت لنا الشارع ده والله في بنغلاديش ما يمدينا نهرج ولا نتكلم، حتى لو نتكلم ما استفدنا شيء. لكن الحمد لله إن الحكومة مشكورة قامت بواجبها. صح أنا بقول إنه الخدمات هذه من حقنا، الخدمات هذه من يعني المفروض الحكومة تعطينا هي. طيب هي أعطتنا، طيب يعني دحين نحن ما نشكرها؟ أكيد بنشكرها. فعلى الله، دعواتكم، مع السلامة.